السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ساعات احنا شغالين بنلاقي الفيو تمبليت اصبح كتير جدا ومفيش فرصه ان انا الغيه. تمام، تيجي تعمل سيلكت تلاقي زرار الغاء ده مش موجود، وحتى لو موجود ما ينفعش تعمل سيلكت على اكتر من واحد بتلغيه. تيجي تعمل ديليت تلاقيه مش موجود، وحتى لما تيجي تدخل هنا في الفيو فيو تمبليت وتيجي مانيش فيو تمبليت وتلغي، هتلاقي ان انت صعب ان انت تعمل على اكتر من واحد. طيب الحل ايه؟ في اداه ادنس موجوده وهي مجانيه فري وتشتغل على 2020 19 18 17. اول ما تدوس على الاداه ديت ديليت فيو تمبليت بيجيبهم لك، فانت تقدر تدوس كنترول تتعلم على عدد كبير جدا منهم وتلغيهم كلهم مره واحده، سواء في السيلينج بلان او في الاليفيشن او في الفلور بلان او في الثري دي فيو، تقدر تلغيهم كلهم مره واحده وتشتغل على ملف يكون خفيف ومنظم.